السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنانين، نستمر في درس التلوين. اليوم سنجرب، سأبدأ بالفم. إذن تقريبا هو كله طبقات بنفسجية. لدي خط من اللمعة هنا، سأترك الخط بدون تلوين. ليس لدي جل أبيض، سألون خفيف الجهة العليا تقريبا كاملة. لدي بعض النقط الصغيرة هنا من اللمعة، درجات لون الفم تختلف من شخص للثاني أيضا، هناك من لديه فم أحمر، هناك من لديه بنفسجي. تقريبا هنا سأستخدم هالثلاث درجات. ثلاثمائة وأربعة وثلاثون، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، ثلاثمائة وتسعة عشر. تقريبا هذه الألوان التي سأستخدم. إذا سأنتقل إلى درجة أغمق قليلا، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. سأحدد مرة ثانية الوسط، ندي هذا الخط أيضا غامق.
Thank you.
نضيف طبقة أعمق، اللي حيدقق بهذا اللون أكثر سيجد أن البني يتداخل قليلا، خصوصا في الشفة العليا فهناك بني. لأن لكي لا أعقد الأمور أنا قلت أنها سنشتغل فقط بدرجات البنفسجي. نستمر بالبشرة، نرجع لتتمة الفم فيما بعد.
الآن أقوم بالتغميق. البارحة كانت الطبقات باهتة وجمال الألوان هو الطبقات الغامقة والذي يعطيها الواقعية أكثر للرسمة.
Mm-hmm.